كانت الأغاني والأناشيد محرمة في العهد الإمامي الرجعي البائد، لذا يمكن القول إن الأغنية الوطنية ولدت حقاً مع ولادة الجمهورية. سجلت الأغنية الوطنية انطلاقة فعلية في العقد الأول من عمر الجمهورية، واقتصر تسجيلها وإنتاجها ابتداءً في استديوهات بالقاهرة كدعم من نظام عبد الناصر الذي كان متبنياً لمشروع الجمهورية في اليمن. ثورة اليمن السعيد، ثورة الشعب المجيد، ثورة اليمن السعيد، ثورة الشعب المجيد، بالإرادة والعزيمة والجهاد. قبل ذلك كان الفن الثائر حاضراً من خلال أغاني المرشدي ومحمد صالح الزاني وغيرهما، وفي هذا السياق تحضر أغنية أنا الشعب زلزلة عاتية في سياق التمهيد لثورتي اليمن سبتمبر وأكتوبر. الشعب زلزلة عاتية، تخمد نيرانهم غضبتي. أنا الشعب زلزلة عاتية، تخمد نيرانهم غضبتي. بعد إنتاج هذه الأغنية بعام واحد فقط انبلج فجر ثورة سبتمبر، ومعها ولد عهد جديد للغناء الوطني، الأمر الذي حدا بالفنان علي الآنسي إلى أن يصدح بلحنه الجمهوري اليوم يا تاريخ جف. اليوم يا تاريخ جف أشر إلى أيات الأرض، لا تنتهش لا تتجد، ماذا ترى ماذا تصل، هذه جمهورك مسيرها لا ينحرف، طريقها لا يختلف، مسيرها لا ينحرف، طريقها لا يختلف، عن عهدها السبتمبري، عن عهدها السبتمبري. بحلول السبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ازدهرت حركة الغناء الوطني، حيث أنشئت مؤسسات إنتاج فني لأول مرة في شمال الوطن، بعد أن كان الفنانون يسجلون أغانيهم في استديوهات عدن التي كانت أفضل حالا في العهد التشطيري. ومع ميلاد الجمهورية ظهرت الأغاني التي وثقت للثورة وإرهاصاتها بمختلف مراحلها، وشكلت موجة وعي وطني وثوري. تحتفظ الذاكرة الشعبية بأسماء فنانين وشعراء وملحنين خلدتهم ألحانهم وأغانيهم الوطنية في الوجدان الشعبي. ولعل أيوب طارش كان الأكثر إنتاجاً وعطاءاً، فقد حفر اسمه عميقاً في وجدان اليمنيين بعشرات الأغاني الوطنية، إلا أنه لا يمكن أن تحل مناسبة وطنية كسبتمبر دون أن تحضر أغانيه الخالدة، كهذه يومي فسير في ضحاها، وأنت يا أيلول فجري، ودمت يا سبتمبر التحرير، ويا سماوات بلادي. يا سماوات